معانا على التليفون بعد قليل هدى عبود، ملكة جمال مصر السابقة، هي من جيلنا، من جيل قديم شوية، كانت ملكة جمال مصر، هتكون موجودة معانا على التليفون عشان تكلمنا عن هذه المسابقة وأسس الاختيار وفوائد هذه المسابقات ايه. سيدنا يكون موجود معانا مع حضراتكم دكتورة أعز هيكل، أستاذة الأدب المقارن وعميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية. منورانا دكتورة أعز، وافتقدناكي بشكل كبير ومنورانا كالعادة يعني. طيب لغايه ما جينا هدى عبود عشان تكلمنا عن المسابقه، بتشوفي ازاي سريعا مسابقات ملكات الجمال؟ تشوفيها ازاي؟ والله يعني انا بشوفها شويه بعيده عن عاداتنا وتقاليدنا الى حد ما، لكن اذا كانت بتعتمد على الجمال يعني الشكل البسيط، مش يعني مش العري ولا التبرج، وفي نفس الوقت الجمال الفكري والعقلي، وان يكون عندها قدر من الثقافه وقدر من التواجد والشخصيه ومعبره عن الشخصيه المصريه يعني. طب احنا معانا ملكه جمال مصر السابقه هدى عبود. انا بيك يا هدى، عامله ايه؟ تمام؟ اهلا بيكم، ازيكم؟ من ايه؟ تمام الحمد لله. هدى، انت قلتي امبارح ان انت بقى معاكي تنظيم هذه المسابقات من السنه اللي فاتت. ايوه، انا خدت السنه اللي فاتت حق تنظيم ملكه جمال مصر الكون من 2017 وبقيت